العتبة العباسية المقدسة في صميم رؤيتها ورسالتها وأهدافها أن تتبنى المشروع التربوي فضلاً عن المشروع التعليمي. عندما عم مشهد الظلام، عندما هرعت إلى المرأة العراقية حركات واتجاهات تريد أن تنال من المرأة مستهدفة المجتمع العراقي، لأن المرأة عماد المجتمع، لأن المرأة أساس الأسرة، لأنها ركن التربية المستقبلية للنشأ وللأسرة بشكل عام. العتبة العباسية وعلى عادتها في أنها لا تريد أن تنقد، لا تريد أن تجرح أي جهة، بل حاولت أن تطرح هذا البديل الإيجابي لشكل حفل التخرج الذي يراد له أن يحافظ على الوقار والاحترام ويعيد للعلم مكانته. تشرفت هذا اليوم بحضور هذا الحفل المركزي البهيج الذي أعدت له العتبة العباسية المطهرة، وبدء من أسرة الكفيل بصورة عامة للوصول إلى هذا المزهرية من بناتنا خريجات الجامعات العراقية، وكذلك هناك خريجات من جامعات من دول ليست من العراق. كانت الاحتفالية متضمنة لكلام بليغ لسماحة المتولي الشرعي من النصائح المهمة لبناتنا الخريجات لمستقبلهن العملي ومستقبلهن الأسري. أن تقيم العتبة هكذا فعالية وأن يأتي إليها بناتنا الطالبات لحضور هذه الفعالية بأجواء روحية مميزة تعكس مدى اهتمام العتبة العباسية المقدسة من جهة، وبرعاية سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه من جهة، وللعيش بأجواء روحية طيبة عالية تعطي دفعة لبناتنا الطالبات إن شاء الله تعالى، دفعة موفقة روحية للمضي قدما في قابل الأيام في مجالات الحياة. ولنقطة مهمة هنا أود الإشارة إليها، هي أن يتحلم بالقيم الروحية والتربوية العالية، وأن يكون إن شاء الله تعالى مثالا حيا لتجسيد هذه القيم في أرض الواقع إن شاء الله. طبعا هذه المناسبة هي مناسبة وذكرى سنوية عودتنا عليها العتبة العباسية، تنقل فكرة حفل التخرج بالشكل الصحيح والذي يتلائم مع قيمنا الإسلامية وأيضا عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية. وإن شاء الله هذه الصورة البهية اللي شفناها اليوم في حب الوطن ورسم علم العراق في من خلال حفل التخرج ما بين الحرمين توصل رسالة واضحة أنه للخريج أنه يكون انتماء للعراق، انتماء للوطن. مع ذلك أنه إحنا نشوف أنه هذا الفعاليات اللي تقوم بها العتبة العباسية توصل رسالة واضحة لطلبتنا الأعزاء بمفهوم حفل التخرج وأداء القسم بالشكل الصحيح. كل جامعة حقيقة من جامعاتنا العراقية لها طريقة معينة في إدارتها لحفلها المركزي في تخريج الطلاب والطالبات، ولكن العتبة العباسية لها طريقتها الخاصة في احتفاء بطلاب وطالبات العراق، انطلاقا من كونها عتبة عباسية بجوار أبي الفضل العباس عليه السلام. يعطي للطلبة حقيقة أنا أشوفها انطلاقة جديدة في حياتهم، أفضل من كثير من الجامعات والكليات التي لم تحتفي بطريقة صحيحة بهم. أتمنى من جامعاتنا وكلياتنا الأهلية الأخرى أن تنحو نفس النحو وأن تحتفي بهم بطريقة تليق بهم كخريجي العراق. شرفنا اليوم أن نكون من ضمن الحاضرين في الحفل المركزي الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة مجموعة العميد التعليمية لخريجات الجامعات العراقية بمختلف الطيف العراقي من شماله إلى جنوبه، التي تمثلت فيهن العفة والحجاب والعلم، وهن يخطين خطى النجاح باتجاه المستقبل
لبناء صورة جديدة مشرقة للمرأة العراقية بأنها تحمل في كف العلم كسلاح للحياة، وتحمل الحجاب كأساس للقيم والمبادئ. الحقيقة المشاعر جياشة وكبيرة، والحفل بهيج جدا، يرسم صورة مشرقة لكل خريجاتنا العزيزات ولكل طالباتنا المباركات، وهن يخطين خطى الزهراء سلام الله عليها في هذا الحفل المركزي البهيج. أوردة النحر وأقلام عند الشرفاء سلت. أعتقد في رأيي أن هذا يمثل نموذج يحتذى به لحفلات التخرج أو احتفالية التخرج، حيث شهدنا في الأعوام السابقة أو الآن ظواهر شاذة ودخيلة على الجامعات، وفيها أن الكثير ما يتنافى مع قيمنا ومع أخلاق المجتمع. لذلك أعتقد اليوم أن هذا الحفل هو نموذج لتخرج طلبة الجامعة وما يليق بهم وبمكانتهم كخريجين مؤثرين في المجتمع. وهذا أحد المهرجانات المهمة الذي يقام من أجل تنمية الجانب النسوي في العتبة والخريجات العراقيات، وهذا يؤدي إلى المكنة الكبيرة للطالبات المتخرجات ولرسم مستقبل زاهر يمتاز بالعفاف ويمتاز بالموثوقية والثقة بالنفس العالية، والسير على درب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة فرحنا اليوم بالنسخة السادسة من حفل تخرج بنات الكفيل للجامعات العراقية، وكانت إضافة نوعية هذه السنة بمشاركة خريجات من دول عربية مختلفة ودول جارة، حوالي 6 دول عربية إسلامية وكذلك من 14 محافظة عراقية. حقيقة هذا تجسيد للرؤية اللي تتبناها العتبة العباسية المقدسة، أنه إحنا بجانب العلم بناتنا من تتخرج مزودة بالعلم، إلى جانب ذلك تزود بقيم تربوية وأخلاقية ونفسية وأكاديمية عالية راقية تليق بهم إن شاء الله. وطني نفديه ونحميه ونصير فداء ونفوح عبيرا أزل. حقيقة وجدنا الفقرات والتنظيم على أعلى مستوى. بالبداية كان قسم للطلبة، والآن فقرة التكريم كالعادة عودتنا العتبة العباسية بمشاريعها الداعمة لقطاع التعليم وقطاع التربية وبتنظيم على أعلى مستوى. حقيقة اختطت العتبة العباسية نهجا قويما في حفلات تخرج. اليوم نعرف كنا اليوم القيم الأخلاقية مستهدفة، وخاصة في المجتمعات الإسلامية والعربية على وجه التحديد، وما نراه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من حفلات تخرج خارجة عن القيم الأخلاقية التي لا تتلائم مع القيم المجتمعية الأصيلة. لذلك اختطت العتبة العباسية، ونحن حقيقة مع ذلك سائرون حفل تخرج يليق بالقيم الإسلامية والقيم العراقية والقيم العربية الأصيلة التي تستند إلى الحشمة والوقار، إذ أن العلم بدون أخلاق لا شيء. فرحون اليوم نحن نشارك في هذا الحفل البهيج التي تقيمه العتبة العباسية المقدسة، على رأسها سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام ظله. بصراحة احنا جدا مسرورين ونرى هذه النخبة من بناتنا الخريجات من كافة الجامعات العراقية، وهنا يحصلنا على تحصيله النهائي والتخرج. بالتأكيد هذه الخطوة الأولى من أجل بناء قدرات أبناء شعبنا وبناتنا، من أجل النهوض بواقع العائلة العراقية، حيث تمثل المرأة هي اللبنة الأساسية في بناء هذه الأسرة. فخر يعلو للآفاق.